واحد بيقول ما الفرق بين الانجيل والرسائل؟ فمثلا نجد القديس بولس الرسول الذي قال عن نفسه انا تعبت اكثر من جميعهم في كورنثوس الاولى 15، ومع ذلك لم يكتب انجيلا بل كتب 14 رسالة. وايضا بطرس الرسول لم يكتب انجيلا مع انه كان من هامة الرسل 12. الاناجيل المقصود بها انها بتشرح قصة حياة السيد المسيح على الارض من ميلاده لغاية صلبه وقيامه، قيامته وصعوده الى السماوات وجلوسه عن يمين الاب. دي الحاجة الخاصة بالانجيل. الرسائل عبارة عن تعليم ذكره الآباء الرسل بناء على ما أخذوه من السيد المسيح. يعني مثلا نلاقي بولس الرسول في كورنثوس الأولى 11 بيقول تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، وتكلم عن سر الإفخارستية. فالباقي اخذوه بوحي من الروح القدس، لان الكتاب بيقول كل الكتاب موحى به من الله، وتكلم به اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. لكن كله عبارة عن كتاب مقدس موضوع في كتاب واحد، نحن لا نفرق بين هذا وذاك، كله كلام ربنا.